بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى الجزء الثاني من متصفح بريف وطريقة ربح عملة البات. من لا يعرف متصفح بريف فيمكنه المشاهدة الفيديو الخاص بهذا المتصفح والموجود على القناة. رابط تنصيب هذا المتصفح ستجده في الديسكريبشن. إذا بعد تنصيب برنامج بريف يجب الضغط على المثلث الموجود على الأعلى في اليمين، ويمكنك الحصول على 30 أو 40 من عملة البات البي آي تي، والتي تستطيع توزيعها كما تشاء على صانعي المحتوى سواء على اليوتيوب أو على تويتش أو على مواقع. ولكن ما يهمنا في هذا الفيديو هو برنامج بابليشر في المتصفح بريف، يعني نظام الإحالة الذي يمكنك من الحصول على 5 دولارات لكل شخص قام بتحميل المتصفح بريف واستخدامه لمدة 30 يوما تقريبا. كما يمكنك ربح البات عن طريق متابعيك الذي يمكنهم إرسال عملة البات الخاصة بهم لدعم قناتك أو موقعك. إن شاء الله سنرى ذلك بالتفصيل في هذا الفيديو. أولا، للتسجيل في نظام بابليشر الخاص ببراف يجب الضغط على الرابط الذي ستجده في الديسكريبشن. بعد الضغط على هذا الرابط ستظهر لك واجهة، تذهب إلى Get Started ثم تكتب الإيميل الخاص بك وتذهب إلى الإيميل لتفعيل حساب بريف. وعند الضغط على الرابط ستظهر لك واجهة كالتي تراها على الشاشة، وفيها جميع إحصائيات عن نظام الريفيرال الخاص بك، يعني ستجد كل شخص قام بتحميل أو تنصيب برنامج بريف والرصيد الخاص بك، كما أنك ستجد المواقع التي تربطها مع حسابك بريف، ثم معلومات عن محفظة أبهولد، وسنرى ذلك إن شاء الله في هذا الفيديو. كما ترون فلدي تقريبا 326 من عملة البات، وتبلغ قيمة البات حاليا 0.20 دولار في الماركت كاب، أي ما يعادل تقريبا الرصيد حاليا ما يعادل 65 دولار، رغم أني لا أعمل في هذا الموقع. إذا تخيل ما يمكنك أن تجنيه إذا عملت على الموقع بكل جد، أو لديك مثلا قاعدة إحالات كبيرة، أو مجموعة من الأشخاص الذين يدعمون موقعك أو قناتك على اليوتيوب. إذا أول خطوة هي إنشاء حساب أبهولد على أبهولد وتفعيل الحساب، وهذا شرط مهم لتتمكن من سحب البات التي ستربحها عن طريق نظام الإحالة. وطريقة إنشاء محفظة أبهولد فهي سهلة جدا، يجب إنشاء الحساب ثم تفعيله بنفس الطريقة التي فعلنا بها موقع الباينانس أو البيتريكس، أي أنك يجب أن ترسل بطاقة الهوية الخاصة بك وسلفيلك ليتمكنوا من تفعيل حسابك على الأبهولد. إذا بعد تفعيل حساب أبهولد يجب ربط قناتك أو موقعك، ويجب ربط موقعك بحساب بريف نافيغاتور، وذلك بالضغط على Added Channel واختيار مثلا قناتك على اليوتيوب أو موقعك. سيتم ربط قناتك على اليوتيوب بحسابك على البريف براوزر. ستجد في الأسفل رابط الإحالة الخاصة بك، ويمكنك استعماله لجلب أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يمكنهم استخدام بريف أو دعمك بعملة البي آي تي. كما ترون السحب يكون تلقائي في الثامن من كل شهر، ولكن لتتمكن من السحب يجب تفعيل محفظة الأبهولد وربط قناتك أو موقعك ببريف. إذا كنت تستطيع جلب عدد كبير من الإحالات فقد يمكنك ذلك من الحصول على مبلغ مهم من عملة البي آي تي، التي تستطيع فيما بعد إرسالها إلى الباينانس وتحويلها إلى الدولار أو البيتكوين أو إلى أي عملة تريدها. ولدعم القناة أو دعم موقعك بواسطة بريف
يجب الضغط على المثلث الموجود على الأعلى، يجب الذهاب إلى القناة أو الفيديو الخاص الذي تريد دعمه، ثم تضغط على المثلث الموجود على الأعلى والضغط على send a tip، واختيار عدد البات الذي تريد إرساله لدعم القناة أو دعم قناتك، ثم تضغط على send tip، ويمكنك تكرار العملية حتى ينفد رصيدك من عملة البات. هذا الرصيد يجدد تلقائيا شهريا من طرف بريف بقدر تقريبا 30 أو 40 بات في كل شهر. إذا أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. لشكرا لكل من دعم القناة، المرجو ترك تعليقاتكم والاشتراك في القناة والضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.